الصحة. Tout de suite, récap midi. Récap midi. متابعة لآخر المستجدات الإخبارية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من الناس الكل. أنتم في الاستماع لإذاعة اللاحقة في موعد جديد من غيكات ميدي في بداية الأسبوع، باش نرجع على آخر الأخبار وآخر المستجدات على الساحة الوطنية المحلية وكذلك الدولية. تنجموا تسمعونا على البوندا فيم 90.3 وإلا على الباج فيسبوك متاعنا إذاعة الحياة الحياة فيم بالفرنسي مقابلتها سينو على لايف ستريمينج الحياة فيم .net. رحب بالفريق العمل معايا لليوم، إمنا بخيت في الإخراج التقني للحصة، سيف بولعرس في الديجيتال، بليل دريدي تحية لي، تحية أيضا زميلنا حسيم الربحي أنس الهميمي في السندر، معكم سهام حمدي في غيكاب ميدي من توا حتى لساعتين. غيكاب ميدي، غيكاب ميدي، متابعات تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. أهلا فيكم لليوم في غيكاب ميدي، باش نرجع إلى الإشكالية متاع المسلخ البلدي في معتمدية لعلي، غضب الأهالي واستياء كبير بسبب غياب مسلخ بلدي نتيجة للوضع البيئي الكارثي بعد الذبح العشوائي واستياء كبير. باش نرجع على هذا الموضوع، سينو زيادة باش نحكيه على الزيادة في أسعار الأعلاف لأول مرة، تكون الزيادة بنسبة 23% تقريبا ب 300 دينار على الطن من الأعلاف المركبة. ما موقف اتحاد الفلاحين من هذه الزيادة؟ سينو على صعيد الوطني نحكيه على الاحتجاجات اللي صارت البارح في شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة، الداعمة لرئيس الجمهورية قيس سعيد والمطالبة بمحاسبة الفاسدين. بتكون عنا زيادة قراءة في زيارة أمير دولة قطر إلى إيران ولقاء بشار الأسد الرئيس السوري بالمرشد الأعلى علي خامنئي في طهران. في قلبي نحبي مع حياتنا وفي قربه بنحس براحتنا وبننسى كل العمر. جديد وائل الكفوري تسمعوها توا، وهذه بتكون البداية في غيكاب ميدي، مواصلين معكم حتى لساعتين. مرحبا بكم من السكول، نص النهار و33 دقيقة على إذاعة الحياة فهم، انتم تسمعوا في غيكاب ميدي من توا حتى لساعتين. كل عادة البداية تكون بالأكتواليتي. أكتواليتي في الاكتواليتي متاعنا اليوم، باش نبداو بمعتمدية لعلي من ولاية القيروان. غضب واحتجاج واستياء اهالي معتمدية لعلي بسبب غياب مسلخ بلدي تقريبا منذ 3 أو 4 سنوات كاملين. إذاعة الحياة فام تحولت إلى معتمدية لعلي وتلقاو يعني ريبورتاج موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة الحياة فام بخصوص الوضع اللي بالصور والفيديو. تلاحظوا إنه فما وضعية بيئية وصحية كارثية جراء عدم وجود مسلخ بلدي. حابين نحكيه في هذا الموضوع أكثر مع السيدة حياة الفجيري رئيس بلدية لعلي. مدام حياة الفجيري عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. مرحبا بك، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعين الحياة فام. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. مدام حياة، احنا تفرجنا في ريبورتاج اللي عملته إذاعة الحياة فام، ذا يختوى قاعدين نتفرجوا فيه على صفحة رسمية لإذاعة الحياة فام. لو كنت تعطينا فكرة أوضح وتزيد تحكي أكثر على الوضعية الكارثية بسبب غياب مسلخ بلدي في معتمدية العلي. مشكلة المسلخ البلدي في معتمدية العلي انطلقت في 14 سبتمبر 2018، في العودة المدرسية متاع سنة 2018. وقتها كان عندنا مسلخ، كانت ماخذ الإذن بالاستغلال بتاعه كمسلخ بلدي. وفي افتتاح السنة الدراسية أنه فما قرار أنه يتحدث بجانب المسلخ هذا يتحدث معهد ثانوي. وقتها اجتمعوا معناتي في الافتتاح وبتعهد من السلطة الأولى في الإدارة الجهوية السيد الوالي آنذاك السيد منير الحامدي، تعهدوا أنه في ظرف معناتي وجيز متاع 20 يوم تتعهد البلدية بغلق المسلخ هذاك وحلين مسلخ آخر. من وقتها واحنا نعانيو في معضلة إنشاء مسلخ بلدي. ليش المعضلة؟ مش معناتي خاطر البلدية ما التزمتش بحلين المشكلة هذه، لأنها تتجاوز البلدية، وأنا كما قلت الخيان الجو بحذايا وقت قلت رأي البلدية هذه المشكلة تتجاوزها سيكيرا تتجاوزها، مش هسألك عليش. فما مخطط مديري لإنشاء مسالخ بلدية
نتاع اعطيته انا الريفيرونس نتاع المخطط للاولاد نتاع 2010 يقتضي انه كل مسلخ بلدي لازم يخضع للموافقه نتاع 13 اداره جهويه متداخله من بيئة، من اتحاد فلاحين، من صناعة والتجارة، من الناس الكل اللي سميتهم في التدخل هذاك. هذا كان مش تعمل مسلخ جديد بالإضافة إلى المبلغ المالي. من وقتها حاولنا احنا في ظل انه الإدارات هذه كلها ما هيش مش تتفاهم انها باش تعطينا الإذن بفتح مسلخ بلاصة جديدة. من وقتها والبلدية تحاول. شنو ربما شروط اللي حطتهم ها 13 إدارة جهوية وكانوا عائق في تركيز مسلخ بلدي جديد في معتمد العائق على... الأساسي، العائق الأساسي أنه البيئة عندها شروط معينة. أي شنو هي الشروط؟ العائق الثاني أنه كل بلاصة تختارها في العلاء، أترك البلاصة هذه اللي كان فيها مسلخ تلقى معارضة من المواطنين. هذوما أهم زوز عوائق اللي البلدية عجزت على أنها تلقى لهم حل. فهمتني؟ هذوما علاش عزت البلديه؟ مش معناتي حاجات خاصه بالبلديه، خاطر انا وقت يبدا عندي احتجاج شعبي ما نجمش انا معناتي ما عنديش الاليه التنفيذيه باش انا نفرض انه المواطنين يستجيبوا لقرارات البلديه. إيه من بالنسبه للاخرى، مع بالنسبه للاشكاليه الاخرى نتاع البيئه، انا ما عنديش الاليه باش نفرض ان البيئه تعطيني سوبليس في 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 المكان مش نختاره. اما هذا مدام حياه هو راهو يهدد معناها السلامه البيئيه والسلامه الصحيه. مدام كما قلت انا راهو عندنا كارثه صحيه، اي كارثه بيئيه، جميع البلوعات في العلاية وقع السد. انا وقت طلعت الجواب حذايا الاولاد وريتها حتى نتصور كيفاش في البلوعات، الحم خارج من البلوعات. وريتها لما نتصور ديجا نصور لكم راكم ريتوهم موجود دايوغ توا في الصفحه الرسميه وين قاعده نحكي، فما الفيديو اللي تصور في معتمديات العلي موجوده ونشوفه بالصور كل شيء. خلف خلف الكارثه الصحيه، اني انا راني كي قلت قبل راهو المواطن ما يعرفش شنو ياكل، راهو مش معناتي انا نقدح في ذمه القصابين لا، اما راهو بالرسمي انك ما تبداش عندك معناتي فيتيرينير باش يشوف نوعيه اللحوم اللي يقع الاضاحي اللي يقع ذبحها، راهو اشكاليه. راهو هذه انا علاش ناشد معناتي جميع المتدخلين وناشد، لانه لو كان جاء الحل في يد البلديه صدقيني نجموا نعملوها على حساب اي حاجه. راهو لا عناشي ما ماهوش المشكل المالي بقدر ما هو مشكل الـ البرامج اللي حطاها والكريتير اللي حطاها في المخطط المديري نتاع 2010 لازم يخضع لي موافقه جميع المتداخلين، والا تعاود تحل المسلخ نقدي. والبلديه بلديه العلي ما حاولتش تقرب وجهه النظر باش تلقى حل وسط معناه يلتقيوا عليه كل الاطراف والادارات الجهويه. مدام بالنسبه لاستغلال المسلخ القديم اعطينا سك على بياس، ونعاود لك نفس الحكايه، قلنا راهو مش يتسكر 8:30، قلنا راهو مش يكون في معناتي باب يفتح في شيره اخرى. والحال وانه مش انتم السيد العارفين، راهو مش المسلخ الوحيد الموجود في داخل المدينه، راهو كي نجوا احنا نشوفوا المعتمدين بجنبنا نلقوه في وسط المدينه المسلخ، نجوا نشوفوا قروان، نجوا نشوفوا البلايص الاخرى. لا غالب انا قلت لك راهو البلديه مده ايدها يا اما عطيونا نحلوا القديم مع التزامات معناتي لا متناهيه. بالمحافظة على الروائح، بالمحافظة على النظافة، بالمحافظة بالتسييج، بالحوايج الكل، وإلا أعطيونا حل باش نوصلوا نحلوا بطوار جديد. لأنه يا مدام راهو ما عندكش فكرة، تعرف شو معناتي بلدية بدون مسلخ بلدي؟ راهو كارثة. أنا عطيتك أنا راهو أمن صحي، أمن غذائي، التصور الكل كي راهو مشكلة، مشكلة عويصة بصفة مهولة. علاش قلت تتجاوز حد البلدية؟ به مدام حياة أنت أشرتي لأنه زاد فما صعوبات عقارية، خاطر أصحاب الأراضي ساعات ما يحبوش يعطيوا الأرض نتاعهم باش يقام عليها مسلخ بلدي. هوني نلقاو أهالي العلاية يحتجوا خاطر ما فماش مسلخ بلدي وخاطر الوضع كارثي كما كنت تحكي عليه وكما قاعدين نتفرجوا فيه زاد توا في الفيديو المصاحب يعني لينا لليوم. علاش الرفض هذايا المطلق يعني من قبل الاهالي؟ اسكو ما فماش تعويضات؟ بالله يقول لك انت نحيته من غادي، هذه اللغه. انا راهو عندي ثلاثه عرائض راهو يا مدام نسيت ما وريتهمش للخايين. يقول لك انت نحيته من غادي، معناتي راعيت المتساكنين الغادي تجيب تحطوا بحذايا ما تراعينيش انا، هاي تفضل هاي عريضه وتلقى المواطنين كلهم واقفين. كل بلاصه تحب تحط فيها، فهمتني؟ مراه ولا
به شنو الحل توا مدام حيت اللي تقترحوا انا الحل راني قلت تجاوزني انا كبلديه انا راني وصلت يا مدام اللي انت ما تعرفوش يمكن انا وصلت معناتي جميع الاذاعات دقيت انا بابها ونتدخل مطلب انا في التدخلات باش نقول ها راهي كارثه انا وصلنا حتى في التلفزه الوطنيه راهي كارثه بالرسمي كارثه وراو حجم معناتي الذبائح اللي قاعده بدون مراقبه راو يزيد يغمق الكارثه اكثر. انت كي توصل بلوعه وريتها انا لخويان معناتي تتسد يقع انسداد البلوعات وتقوم انت تحلها تلقى فيها معناتي ترانش نتاع الحم وعند انتروغاسيون لهنا. صحيح احنا شفنا هذا في الفيديو وريته خاطر انا بلوعات اللي عليه كلها تكسرت. للأسف الشديد إن شاء الله السلطات المعنية كلها يعني تظفر الجهود ويكونوا على نفس الهدف إنه يتم تركيز. أنا عملت حتى مراسلات قبل الوزارة الشؤون ما يسمى كان يسمى الوزارة الشؤون المحلية مثل الوزارة الأولى عملت معناتي مراسلات ما خليتش راني يعني أنا وريتهم الأخوين أول مراسلة 5 نوفمبر 2018 من 5 نوفمبر 2018 الموضوع متجدد. اخر جلسه عملناها ل 13 المتدخلين اللي سميتهم انا الخيال الموجودين في السيركيلات جاوا على عين المكان للعلا باشراف السيد كاتب عام الولايه الاجتماع عملناه باشراف السيد الوالي في قروان وبعد هبطنا الاستاف هذاكم الكل اللي كاي جينا للعلا. الوالي شنو رايه في الموضوع مدام حيت كيفاش تدخل في الموضوع الوالي؟ السيد الوالي هو السيد الوالي مشكور قال لك انا يا خويا هات الناس كل واحد ينقص شويه من عنده هات خلينا نلقوا حل. للاسف كل اداره تقول لك انا ما نتحملش المسؤوليه واضح كل اداره تقول لك انا ما نعطيكش لوكي ما نتحملش المسؤوليه. اشكال عويس في معتمديه العلاء ان شاء الله يتم حلحله يعني الموضوع هذا في اقرب الاجل بتضافر كل الجهود وحرص ويلي القيروان ايضا انه يتدخل في هذا الموضوع ويحاول يقرب وجهات النظر لايجاد حل خاطر مش معقول معتمديه كامله من غير مسلخ بلدي وقاعدين نشوفه في الصور وفي الفيديوهات اللي تجسد معناها كارثه بيئيه حقيقيه اللي تهدد سلامه المواطنين. مشكوره برشا مدام حيه الفجاري رئيس بلديه العلاء على تدخلك معنا بسبب غياب مسلخ بلدي في معتمديه العلاء واللي يمثل كارثة بيئية وصحية حقيقية. نسمع 50 دقيقة على إذاعة الحياة فهم أنتم في الاستماع لريكاب ميدي. أكتواليتي في الأسبوع الماضي تم الترفيع بنسبة 23% في أسعار الأعلاف المركبة زيادة مشطة زيادة مهولة في هذه الأسعار تقريبا 300 دينار على الطن. شفنا ردود الفعل الأولى اللي كان فما استياء كان فما غضب وكان فما رفض لهذه الزيادة باش نحكيه بأكثر تفاصيل تدسويت مع رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالقيروان السيد المولدي الرمضاني. سي المولدي رمضاني مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. مرحبا شكرا يعطيكم الصحة على إثارة الموضوع اللي هو يعني حديث اليوم بالنسبة للفلاح. شكرا جزيلا لك سي المولدي. دونك لو كنت تعطينا هكا بأكثر تفاصيل وأولى ردود الفعل بالنسبة للفلاحين كيفاش راوا هذه الزيادة في أسعار الأعلاف؟ والله هي بالنسبة للزيادة هذه في فاجأة الناس الكل فاجأة المربين فاجأة يعني حتى الرأي العام الكل. أنتم كما تعرفوا الزيادة هذه مش تأثر على المواطن العادي قبل الفلاح وقبل يعني المربي الماشية يعني كي نقول أعلاف راهي مباشرة تحيلني أني باش نحكي على الحليب تحيلني باش نحكي على اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والعظم. هذه الشعب التونسي تقريبا في علاقة وطيدة لأنه بالعظم بالحليب يعني مصروف يومي وفي جانب آخر هو اللحوم البيضاء اللي هو اللحوم الحمراء. اني مش نعطيك ارقام انا مثلا على سبيل الذكر يعني في قطاع الدجاج يعني فما 3 أصناف هم نتاع الاعلاف نمر 1 ونمر 2 ونمر 3. الزياده هذه كما تفضلت انت وقلت انها بلغت تقريبا 23% اللي الفلاح يشوفها ان زادت اقل يعني زياده ب 300 دينار وفما حتى اكثر شويه. يعني نمر 1 نتاع الدجاج يعني كانت ب 1675 باش تصبح 1975 وهذا في الديماراج نتاع تربية الدجاج وكل شيء. بعد يعني فما نوعية أخرى اللي هي يعني 1922 فما نوعية أخرى ب 1878. الملاحظ أنه يعني كلفة الأعلاف راهي غلات برشا
ومست الفلاح يعني كانت تنزاد سوا ديزون في كل مره 50 60 دينار 100 دينار يعني هذا يتقبل، اما دفعه واحده ما بين عشيه وضحاها انها تصبح الزياده 300 هذا اللي اثار يعني حفيظه كل الفلاحين يعني على مستوى الجمهوريه كامله. وكما شفتوا هما فما ناس سكرت الكياس، فما ناس جابت الابقار نتاعها ووقفت يعني في قدام ولايه القيروان. اليوم نشوف نتابع في الاخبار في المهديه في باجه في صفاقس يعني تحركات وعدم القبول بالاسعار هذه. في العاده سي المولدي الزيادات يتم استشارتكم فيها ولا يسمعوكم ولا يقترحوا عليكم زياده والا تكون ديما زياده؟ هذا ما تم حتى شيء، لا استشاره ولا اعلام ولا اللي هو سمعنا كيفكم كأنتم يمكن وسائل الإعلام كل شيء. احنا بالنسبة للفلاحة يعني لو كان وقع استشارتنا او يعني مناقشة الزيادة هذية وشنو مش يترتب عليها، انت تو كي تجي تزيد لهنا هذية 23% كل في الحليب راهي مش تولي تتكلف. الفلاح يعني يقبل في الحليب ب 1140 ولكن هي التقديرات يعني حتى اللي تعاملت مع وزارة التجارة رأي كلفة الحليب توصل حتى دينار و500 اليوم قديش مش توصل كلفة الحليب مش زيد تطلع هذا شكون مش تحملها؟ مش يتحملها ولا نعم اي باش نسالك زيد سي المولدي شكون باش تحملها؟ المواطن باش ترجع على يعني اثقال كاهل المواطن والا الدوله باش تتكفل بالطبيعه انتم كما تشوفوا توا بالنسبه حتى المحروقات وهذا راهو فيه دخل حتى المحروقات في كل المنتوجات الفلاحيه، يعني اذا كان المحروقات هي باش نحيوا عليها الدعم واذا كان هنا العلف مش نحيوا عليه الدعم، يعني بين قوسين نرى حتى الدعم تاع الالاف يعني بسيط جدا ماهوش يعني كل الكميه اللي ناخذوا فيها هي بسيطه جدا وما تدخلش يعني في سوا ديزون في الاعلاف المركبه اللي هي توجه الى باش ننجو الحليب او باش ننجو اللحوم الحمراء، وبالتالي يعني هذه كلفه ستوظف على جيب المواطن. ما انه اذا كان حتى انت حطيتها في مرحله اولى انه مش تحملها الفلاح، الفلاح راه مش يفلس بين عشيه وضحاها، ماهوش مش يطول، اذا كان الكلفه من هنا نتاع الحليب يعني نتاع الاعلاف ما عادش تغطي له الحليب، يبيع الحليب والحليب ما يغطيلوش الاعلاف، وبالتالي شنو باش يعمل؟ باش يبيع البقرات اوتوماتيكمون. اليوم كذلك الدجاج اللي يربي في الدجاج، اذا كان اليوم ما عادش يلقى روحه وفهمتني، واحنا كانت يعني بوليميك كبيره برشا صارت قبل رمضان على كلفة حارة العظم وهي وصلت 100 دينار و200 وحاجة كيما هكا، توا كلفة حارة العظم راهي بالنسبة للفلاح مش تولي تكلف له دينار و300، قداش مش ياكلها المواطن البسيط. ايوه هذا ما قد يترتب عنه زيادات، ربما نقول زيادات في الفترة القادمة في عدة مواد البيض. أنا مش نقول لك ربما، أنا نقول لك مؤكد أنها يعني ستوظف يعني زيادات مهولة على المواطن، وبالتالي يعني قفة المواطن، وبالتالي يعني الحقيقة احنا الدينار نتاعنا قاعد يتيح والغلاء على مستوى العالم يعني متسبب فيه عدة يعني عدة أشياء هذا سبب لنا يعني مشاكل كبيرة برشا في القطاع الفلاحي اللي موش مهيكل للتو اللي التو ما فكرنا فيه كما ينبغي كيفاش نخرج مع الإشكاليات هذه. سي المودي شفنا ردود فعل أولى من اتحاد الفلاحين، من نقابة الفلاحين، من الفلاحين زادة من خلال الاحتجاجات اللي تنظموا في عدة ولايات من الجمهورية. تفعلت شي الحكومة ولا الهيكل المعنية ولا سلطة الإشراف ولا وزارة الإشراف مع هذه التحركات سي المولدي؟ والله أول رد فعل أنا الحقيقة من وزارة التجارة كان عجيب وغريب. هي في حد ذاتها يعني هي في حد ذاتها أصبحت يعني تتهم في الموردين وكل شيء، ولكن هذا يعني هي من تراقب يعني استيراد وهي من تعرف يعني الأسعار هذه، وبالتالي ضرورة أنه نشوفوا الأندراء الموردين بالحق هم يحتكروا مستكرشين وكل شيء أو أنه فعلا أن الأعلاف هي غلات، وإذا كان غلات يعني أنا أقول هنا الدولة يلزمها تتدخل ويعني تعوض على الأقل الفارق هذايا في فترة يعني حساسة، يعني أنتم تشوفوا الحرب الأوكرانية الروسية هي أثرت تأثير كبير برشا علينا بالخصوص في المنتوجات هذه كما القطنية كما احنا الحبوب والشعير وكل شيء أصبحت يعني الكلفة عالية جدا، وبالتالي
يعني ضروري أن تدخل الدولة في الفترة هذه في الأوقات الحرجة هذه والدعم حتى أنه نحافظوا على شيء من التوازن، سواء المواطن اللي هو بالحق معنا كيفاش باش الدعم سي المولدي في في وجبته يعني اليومي. كيفاش باش تتدخل الدوله هوني؟ تتوقع التراجع على هالزياده هذه ولا على نسبه الزياده والا كيفاش يعني؟ انا هما فما موردين ونقول لك راهي الكلفه نتاعي بالنسبه لي انا الاعلاف راهي غليت وراني توجهت انا حسب اللي سمعته انه الموردين هذوما كانوا توجهوا للدوله على اساس راهي الكلفه انزدتنا وخلينا نزيدوا، ولكن اجلتهم مرتين وثلاثه ولكن التجؤوا انهم باش بعد هذا انا ما يهمنيش انا كفلاح، انا كفلاح يعني بالنسبه لي اذا كان انت زدتني في العلف هدايا ارى وشوف اعطيني اعطيني كلفتي على الاقل في المرحله الاولى اني ما تخلينيش انا نتلز باش نبيع البقر كما صار قبل وصارت يعني اضطراب في المنظومة هذه نتاع الألبان الحليب وصارت اضطراب كذلك في منظومة الدواجن وبالتالي ضروري أنه المنظومات هذو نتاع الإنتاج والحلقة اللي هي الدور يعني تمس الموردين هذو نتاع الواحد وتمس الوكالة المنتفعين يعني المواطن وتمس الفلاح اللي أنا نحب نأكد عليه الفلاح هذا يراه مربي أراه يلزم يوجد يعني هامش ربح وإلا أنه يخرج من الحلقة هذه وإذا كان خرج الفلاح فبالتالي مش الانهيار المنظومات هذو نتاع الانتاج ونولوا نمشي للتوريد وانتم مع شفتوا انه جات فتره نتاع توريد الحليب كنا نوردوا فيه بدينار و800 فبالتالي ضروري انه ندعم الفلاح كما ان شاء الله توجهوا هما الحبوب وفما كانت يعني منحه تحفيزيه لجمع الصب هذه فلما لا تكون يعني تدخل الدولة في المجال هذا. سي المولدي كيفاش باش يمارس الفلاح اليوم الضغوط على الحكومة على سلطة الإشراف من أجل دعم الفلاح ومن أجل معناها الحد من هالزيادات المشطة ذي اللي تهدد بالحق يعني تهدد الفلاحين في موارد الرزق نتاعهم وتهددهم بالإفلاس؟ نعم باهي أنا من الآخر مش موضح لك يعني واحد أنا عبارة على الفلاح توا أصبح تاجر. البضاعة نتاعي اللي هي الحليب الكلفة نتاعها سوا ديزون دينار 1500 بعد الزيادة التالية. أراه لا يمكن أن أستمر ونبيع ب 1140 وبالتالي أنت يا دولة أنت ماك زدت أقريت الزيادة في الواحد ولا أنهم الموردين نتاع الواحد هذوما أقروا الزيادة هذه فبالتالي إيجا نتناقش اليوم قبل الغدوة بقديش مشت الكلفة الحليب قديش كلفة اللحم قديش كلفة الدجاج قديش كلفة العظم تحدد هالي بناء يعني على ضوء هالزيادة هذه والكلفة دي الجديدة اللي صارت. واضح. إذا كان أنت أقريت هات أقر لي بالنسبة لي أنا وضح لي معني وضح لي الأمور كيفاش باش تكون بالضبط. نعم وضح سي المولدي الرمضاني رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالقيروان مشكور جدا على تدخلك معنا ومدنا بكل هذه التوضيحات بعد زيادة في أسعار الأعلاف باش ترتفع كلفة الانتاج متاع البيض متاع الدجاج متاع اللحوم الحمراء وغيرها من المواد الأخرى اللي تهدد بالحق الفلاح في موارد الرزق متاعه واللي زادة تنجم ترجع بزيادات أخرى في هذه المواد. على كل ما زلنا نتبعوا شنو باش يصير بعد هذه الزيادات. 20 دقيقة على إذاعة اللحيت فهم انتم تسمعوا في ريكاب ميدي. انتم تسمعوا في ريكاب ميدي من نص النهار لساعتين. نحكيو على أبرز المستجدات السياسية في بلادنا ونحكيو على الاحتجاجات اللي صايرة البارح في شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة. معايا في البلاتو سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. مرحبا سي حمادي. مرحبا بك ومرحبا المستمعين المستمعات ومرحبا بكافة متابعي إذاعة الحياة فهم. شكرا جزيلا لك. بداية أسبوع موفقة لك يا ربي. دونك سي حمادي سورك تبعت البارح التحركات الاحتجاجية لمجموعة من النشطاء السياسيين أحزاب مكونات مجتمع مدني مواطنين اللي خرجوا البارح في شارع الحبيب بورقيبة، كيفاش تبعت الحدث البارح؟ هات نتفقوا من الأول محور الاحتجاج شنو هو؟
مقاومة الفساد ومحاسبة الفاسدين. أيوة هو الشعار الأبرز خلينا أيوة نقوله اللي ترفع البارح. أنا تويكا زعما شكون في تونس ما يحبش يقع الجانب هذا، وبالتالي إذا كان ياخذوا كجانب الشكلي في جانب الشكلي فإن الموضوع متفق عليه. بقي الجانب العملي، كيف سننفذ هذه العملية وشنية الشعارات وغيره. فيها برسة الحقيقة شعبوية، بس نبدأ يعني يعني صادق مع نفسي. أنا كنت نظن أنه ثم جانب من التعامل في المحاور الحارقة في تونس تجاوزناه، يعني طريقة المبايعة والمناشدة والتلحيس على الجدران، يعني كنت أظن أنه تجاوزناه. هذاك أكبر حاجة أنا لفتت انتباه. حكاية المشاركة وغيره طبيعي، نجم يكون الناس يعني نهار ماتش دربي يعني اللي مغلوم بالكرة مستحيل باش يمشي للاحتجاج، وبالتالي كان ذاك العدد كان أكثر تقريبا من 2000 شخص تقريبا. ما نحبش ندخل في الأعداد أنا توك. لا ما هو الأعداد سي حمادي خاطر حكينا عليهم في مسيرات سابقة ومناوئة لرئيس الجمهورية كانت في حدود 400 شخص آخر رقم يعني يصدر على وزارة الداخلية. البارح تقريبا مصادر أمنية تؤكد في حدود 2200 شخص. شوف أنا قلت لك أنه هذم أحزاب غير مش أحزاب يعني اللي تنظم وما ثمش دعم مالي ولوجستي، رغم أنه ثم بعض أشخاص ربما اللي هم متطوعين واللي هم يمنوا بمشروع الرئيس يعني كمشروع. بقي أنا كما قلت لك مع الشكل، أنا مع أنه تقع وطالب من هذا المنبر، هاي فرصة لقيناها يعني السيد رئيس الجمهورية، أين نحن من المفسدين ومن عاثف البلاد الفساد. شوفت باش نتعمقوا أكثر في هذا الموضوع مع ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي باسل ترجمان تو سويت في الانترفيو دي جور. انترفيو دي جور الكاتب والمحلل السياسي باسل ترجمان، مرحبا بك على إذاعة الحياة فان. مرحبا بك ومرحبا بالكابتن المستمعين ومرحبا بالزميل العزيز اللي يشارك معك. شكرا جزيلا لك سي باسل. في البداية نسألك كيفاش تقرأ هذه الاحتجاجات اللي صارت البارح في تونس العاصمة؟ هل جاءت بفعل انهم يحبوا يقولوا احنا ما زلنا ندعم رئيس الجمهورية، خاصة في ظل الحديث على تآكل شعبية رئيس الجمهورية وإلا تصدع في الناس اللي هي مساندة رئيس الجمهورية، ام انه جت للضغط من اجل تصحيح مسار 25 جويلية؟ يعني في البداية هذا التحرك هو جاء ليس لمساندة رئيس الجمهورية، لأن رئيس الجمهورية له أولا ليس هنالك حزب أو أي طرف يدعي تمثيل رئيس الجمهورية أو النيابة عنه، وبالتالي علينا أن نكون واضحين في هذه القصة. هنالك بعض أطراف تدعي أنها هي أحزاب تابعة لرئيس الجمهورية، نعلم جميعا أن في برنامج رئيس الجمهورية لا وجود لحزب يمثل، وإلا كانت هنالك اقترار لنفس ما تم الحديث عنه قبل يعني قبل ذلك، وبالتالي المنظومة التي تتحدث اليوم عن أحزاب مؤيدة للرئيس علينا أن نضعها جانبا لأنها لا تمثل إلا أنفسها أو من هم فيها. النقطة الثانية أن دعم شعبية الرئيس، باعتقادي أن الرئيس شعبيته وعلاقته في الشارع التونسي قوية جدا، والدليل هي استطلاعات الرأي التي تقوم بها المؤسسات التي كانت عندما كانت يعني في كل الانتخابات كانت تعطي دائما أرقام قريبة جدا أو دقيقة جدا في قضية استطلاعات الرأي وفي قضية إعلان النتائج، وبالتالي الرئيس اليوم في يعني أكثر من 84% للشعب التونسي بحسب استطلاعات الرأي تؤيده، وبالتالي ليس هنالك تآكل لشعبيته أو اهتزاز لها. الذين خرجوا يوم أمس في شارع الحبيب بوركيبة كان لديهم يعني 3 أو 4 مطالب، أحد أهم هذه المطالب هي المطالبة بالمحاسبة. باعتقادي أن هذا المطلب ليس مطلبا جديدا، هو مطلب اتفق عليه الكثير من التونسيين منذ سنوات خلت، وهم يطالبون بالمحاسبة سواء في قضايا الإرهاب، في قضايا الاغتيالات السياسية، في قضايا الفساد، في قضايا نهب المال العام، في قضايا إغراق الإدارة وشلها، وبالتالي هذه المطالب اليوم هي مطالب شرعية لا مجال يعني بغض النظر من قام بطرحها، ولكن هذه أتت
بدأت قبل 25 جويلية 2021، وبالتالي هي تعبير عن يعني رفض شعبي لعدم محاسبة من تورط بإغراق تونس بكل هذه الكوارث التي نعيشها اليوم في المستوى السياسي أو الأمني أو الاقتصادي أو الاجتماعي. أيضا هنالك، وهذا ما شاهدناه، أن الذين نزلوا إلى الشارع هي قوة غير متجانسة إن صح التعبير، قوة تحاول كل طرف أن يعبر عن رأيه وعن قناعته، وبالتالي جمعهم جزء من المطالب الشعبية. وأيضا هنالك كانت فيها نوع من محاولة يعني تشجير شعبية الرئيس لخدمة أطراف على حساب أطراف، وبالتالي يعني شاهدنا بعض القوى التي لا يعرفها الشعب، الشارع التونسي، لا أتحدث عن الأحزاب التي ساندت الرئيس منذ 25 من جويلية، لا أتحدث عن أطراف سياسية قفزت فجأة في المشهد وأصبحت تريد أن يعني تكون ضمن هذا الإطار. شاهدنا أطراف كانت يعني تتنق بين الأطراف السياسية من حزب نبيل القروي إلى غيره إلى غيره، واليوم شاهدناها وكانت تشتم في قيس سعيد، وشاهدناها اليوم تحاول أن تكون في المشهد لأنها فهمت أن هنالك متغير حقيقي في المشهد في تونس. هذا المتغير هو زمن ما يمكن أن نسميه مرحلة ما بعد الحزبية. هنالك كثيرين لم يفهموا هذه الحقيقة، أن الشعب التونسي قطع مع منظومة الأحزاب ولم يعد لديه ثقة في هذه 260 حزب أو أكثر شوية، ما عادش الواحد عارف حقيقة العدد الرسمي لذلك. وبالتالي هذه المرحلة فيها نوع من الضبابية. الضبابية أيضا هنالك مسؤولية كبرى على رئيس الجمهورية بضرورة أن يكون هنالك في الأيام القادمة، ضرورة أن يكون هناك توضيح للكثير من القضايا التي تقلق الرأي العام في تونس. نحن لا نعلم إلى هذه اللحظة كيف سيكون منهج الحوار الوطني الذي أعلن عنه، كيف سيكون آلية صياغة الدستور الجديد، كيف سيكون الاستفتاء، وعلى ماذا سيتم الاستفتاء، القانون الانتخابي الكارثي الذي عشناه، هل سنذهب إلى الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها بها. هناك الكثير من القضايا التي ينتظر الشارع التونسي أجوبة عليها، وفي القريب العاجل هذه الأجوبة عندما ستوجد سيكون هنالك من التفاعل معها، بغض النظر كيف سيكون هذا التفاعل، ولكن سيكون هنالك تفاعل من بكل الأطراف مع ما سيطرحه. وضرورة اليوم الإقراح بإنهاء حالة الضبابية التي تغطي المشهد والتي تزيد من الإرباك في مستوى التعاطي مع القضايا الحارقة فيه. معناه فما قلق على المستوى الشعبي بخصوص الغموض اللي يكتنف في المسائل السياسية، خاصة فيما يتعلق بالحوار، بالاستفتاء على شنو، بالقانون الانتخابي، بالانتخابات التشريعية القادمة. تعتقد سي باسل ترجمين أنه رئيس الجمهورية هل يتفاعل مع الناس اللي خرجت البارح اللي هما رفعوا شعار مساندته، ولكن في المقابل زاد طلبه بجملة من المطالب أبرزها المحاسبة، هل باش يتفاعل مع هذه المطالبة ومع هذه الاحتجاجات، أم أنه باش يلقى روحه وكأنهم يمارسوا عليه ضغوط من أجل التحرك؟ لا أعتقد أن رئيس الجمهورية من الشخصيات التي تخضع للضغوط التي يمكن أن تؤثر فيه ضغوط ومحاولات يعني ممارستها عليه. بتصوري أن الرئيس بطبعه يتفاعل مع آراء الناس عندما تكون يعني مقنعة أو قادرة على إيصال رسالة. هنالك مطالب سبقت 25 جويلية، وأنا يعني هذا نعرفه كلنا، ضرورة المحاسبة، لأننا اليوم نحن في تونس نعيش زمن التفصي من العقاب. يعني نأخذ على سبيل الذكر للحصر أن من 2014 ل 2021 الحكومات كلها اللي تسببت في كل الكوارث، حكومات النداء وتحية تونس والنهضة وما تبعها وإلى آخره، والنهضة وقلب تونس وإلى آخره، ثم تأتي لي يقول لك أننا نحن لم نحكم وليس لنا علاقة ونحن أبرياء من كل مجرى. لا نعرف من الذي تسبب في هذه الكوارث. بالتالي الحديث اليوم يعني على ضرورة المحاسبة، كما قلت سبق ما جرى في يوم 25 جويلية، وستستمر المطالبة به
طالما لم تتم المحاسبة ليس الانتقام. يعني علينا أن نقول واضحين، نحن لا نسعى لأن نطالب بالانتقام أو بأن يكون هنالك محاكم شعبية أو أن يكون هنالك محاكم تفتيش، لا، هذا مرفوض تماما. يجب أن يكون هنالك قانون، من أخطأ يحاسب ومن لم يخطأ لا يتم تجريبه بسبب مواقفه السياسية. هذه القضية المهمة. سبيت مرحبا بك. نعم مرحبا بك، وجد الترحيب بك. انا معك في تحليلك وطرحك انه نقول احنا شانتي محلول كبير يعني في تونس، يعني على جميع الاصعده. اتراش اني احنا اليوم ربما في مرحله مهمه برشا من تاريخ تونس، واذا كان نجحنا فيها ربما نكون سجلنا قفزه نوعيه نحو مسار جديد في تونس، وفي صوره الفشل فان مش نبقاو لسنوات ربما نقصيو في المخلفات. تراش أنه هذا تقريبا الوضع الحالي اليوم. أنا باعتقادي أن لا خيارات أمامنا سوى النجاح، على خطر الفشل هو عودة لمنظومة أثبتت فشلها وأثبتت أنها سبب كل الكوارث في تونس. وباعتقادي لا يوجد شخص عاقل يمكن أن يرضى أن يكون هنالك عودة لزمن كارثي. يعني علينا أن نذكر نحن يعني في الفترة هذه عم ناول كيف كان وضع التوانسة، كيفاش كنا عايشين، كيفاش كنا، كان جراء الفساد الحكومي، جراء ممارسات حكومة هشام المشيشي، الشعب التونسي كان يبحث عن الأكسجين ويستجديه باش ما يموتش. وبالتالي يعني هذا الفشل لا يمكن أن يكون هنالك محاولة أو فكرة أو رغبة في العودة إليه. نلاحظ نحن حجم القطيعة الشعبية مع كل المطالبين بالعودة إلى ما قبل 25 جويلية، وعجزهم عن الحديث مع الشارع، وعجزهم عن استمالة الشارع، وعجزهم عن رغم كل الأزمات التي مرت. يبقى السؤال المهم الذي يطرح، كيف يمكننا أن نقود إلى نجاح يكون نجاح واقعي عقلاني ومنطقي؟ ليس هنالك نجاحات بالضربة القاضية، وليس هنالك نجاحات بالتشفي، وليس هنالك نجاحات بالقضاء على الآخر. علينا أن يكون هنالك بدء تأسيس حقيقي لدولة القانون والمؤسسات. شاهدنا كيف تم التلاعب بالقوانين، وكيف تم التلاعب بالمؤسسات، وكيف تم تحويل القضاء إلى للأسف الشديد إلى مؤسسة لحماية الفاسدين، كيف تم تحويل مجلس النواب إلى مؤسسة لحماية الفاسدين واللصوص ومبيضي الأموال والمهربين والمورطين مع الجماعات الإرهابية. كل هذا يجب أن ينتهي، يجب أن تكون هنالك دولة تؤمن للمواطن التونسي الحق في حياة كريمة في وطنه دون أن يكون عرضة للابتزاز، دون أن يكون مستقبل أبنائه ومستقبله في مهب الريح، دون أن يكون هنالك لصوص يحكمون هذا البلد كما جرى في السبع سنوات الماضية جراء التوافق الفاسد بين الذي ابتدأ بنداء تونس والنهضة وانتهى بقلب تونس والنهضة، وما جرى على الشعب التونسي من كوارث ما زلنا نعاني منها وسنعاني منها. اليوم الشعب التونسي من حقه أن يسأل، 120 ألف مليار التي أخذت ديون وأغرقت بها تونس أين ذهبت هذه الأموال وكيف صرفت؟ كلهم يقول لك يعني المصيبة أنه عندما تسأل الكل لا يعلم أين ذهبت هذه الأموال، الكل ليس هنالك، يعني هنالك قضايا مثيرة للصدمة إن صح التعبير. الكل يعلم أن هنالك فساد نخر هذه البلاد، ولكن لا أحد يتحدث عن الفاسدين، أين هم ومن هم وكيف سيحاسبوا؟ هذه القضايا التي الشعب التونسي يطالب بها، وليست من باب التشفي أو الانتقام، ولكن من باب أن يكون هنالك عدل، لأن من ذهب هذه البلاد وسرقها وسيحمل أجيال وأجيال ديوناً لم يستفيدوا منها لهم ولا أبائهم ولم يستفيدوا منها. وبالتالي علينا أن نسأل كيف ستتم المحاسبة وتحت أي قانون وضمن أي عدالة، لأن العدالة هي الأساس. عندما يكون لدينا في تونس عدالة شفافة نزيهة تحاسب من ظلم ولا تغطي المجرمين، سيكون لدينا القدرة على أن نحاسب وأن نبدأ ببناء المستقبل. سي باسل، ما الذي يمنع اليوم أنه تنطلق المحاكمات العادلة؟ لأنه اليوم فما انتقادات حتى من رئيس الجمهورية إلى القضاء، حتى بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وتركيز مجلس أعلى مؤقت،
ماذا ننتظر لانطلاق المحاكمات العادلة خاصة اليوم، وأنه في ظل هذا التشكيك المتواصل نلقى بعض المقترحات، مثلا النائب في البرلمان المنحل بدر الدين القمودي يقترح أنه مثلا يتم تجريد بعض القضاة اللي يقوم بها الخطوة هذه المجلس المؤقت للقضاء من مناصبهم من أجل أنه تنطلق هالمسيرة هذه بتاع المحاسبة العادلة. يعني باعتقادي أن أهل مكة أدرى بشعابها، يعني لا نحن كأطراف لا نعرف من هم هؤلاء القضاة ولا نعرف حقيقة الملفات، لنا نطرح تساؤلات مثل ما يطرحها كل الشارع في تونس. يعني من يقف وراء كل ذلك؟ من قام بتعطيل ملفات الاغتيال السياسي في تونس منذ 9 سنوات وقام بتفكيك الملفات وقام بتعطيل القضاء ومنع محاكمة المورطين الحقيقيين في ذلك؟ هذه القضايا هل يعقل يعني على سبيل الذكر للحسن أن السيدة بشرى بن الحاج حميدة المناضلة السيدة الفاضلة اللي كانت عضو في مجلس النواب من 2014 إلى 2019 تحاكم على قضية رفعت ضدها عام 2012 ويصدر عليها حكم في 2021 وغيابيا على اعتبار أنها مجهولة مقر الإقامة؟ يعني هنالك الكثير من القضايا التي يقف الإنسان أمامها حائرا، ما هذا الذي يجري في القضاء؟ كيف يتم ذلك يعني؟ وبالتالي علينا أن نسأل أسئلة في العمق، وباعتقادي أن الطرف الوحيد المخول بالإجابة عليها هو مجلس القضاء الأعلى الذي عين، والذي لم نرى إلى هذه اللحظة أي إجراء اتخذه. إذا كان هذا القضاء هو صحيح فإذا لا داعي لاتهامه بأن هنالك تهم وأن هنالك يعني شكوك وأن هذا الذي جرى كان يعني بتأثير أطراف سياسية قامت بالتلاعب في القضاء وتهديد القضاء وابتزازهم بعد 2011، وإن كان عكس ذلك فعلينا أن نرى من هم هؤلاء القضاة الذين يتهمون بالفساد. علينا أيضا أن نكون يعني منطقيين في طرحنا، نحن ننتظر إلى هذه اللحظة لم يتم أي شيء، كان متوقع أن تكون هنالك حركة قضائية جزئية في شهر أبريل لم تتم، وبالتالي بقيت دار لقمان على حالها، وهذا يطرح الكثير من التساؤلات حول ما هي حقيقة ما يجري داخل القضاء، لأن الاتهام بالقضاء خطير، ولكن أيضا إما أن يقول يعني يخرج المجلس على القضاء ويقول أن كل ما قيل هو كذب، وبالتالي هذه شهادة براءة لكل القضاة ومن حقهم أن يواصلوا عملهم كما هم يرونه مناسبا، وإن كان هنالك خلل من الواجب أن يخرج يقول أن هنالك أخطاء جرت وأن هناك قضاة ستتم محاسبتهم أو تم محاسبتهم، وبالتالي يتم إغلاق هذا الملف، لأنه ليس من مصلحة تونس في أي حال من الأحوال أن يتم التشكيك في القضاء صباحا مساء بسبب وبدون سبب. ولازم يتم توضيح هذا الأمر من أجل زيادة ما يتمش استغلاله سياسيا، إما لإحراج أو إدانة رئيس الجمهورية أو كذلك للتفصي من المسؤولية. شنو رأيك السيد باسل ترجمان الكاتب والمحلل السياسي في رد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة البارح في الكونفرنس دو بريس اللي تعملت في المقر المركزي لحركة النهضة بالتزامن مع المسيرة اللي صايرة في شارع الحبيب بورقيبة، واللي قال الملفات فارغة ما عندهم علينا حتى شيء ونحن نطالب بالمحاسبة، يعني كان فما حاجة حاسبونا هاي تعديت 10 أشهر وما فماش حتى قضية وحتى ملف. يعني السيد راشد الغنوشي أمس كان يحاول أن يثبت لنفسه أنه ما زال موجود في المشهد السياسي، يعني أنت عليك أن تفهمي رمزية حتى في لبسته، كيفاش لبس الشاشية وكيفاش بدل في لبسته، هي رسائل يعني للحرس القديم في حركة النهضة بأنه تخلى عن الكرافات وعاد إلى يعني إلى ما كان عليه في السابق، وبالتالي هي محاولة لتجميع الصفوف ومحاولة لإثبات أنه ما زال موجودا وأن النهضة مستهدفة وبريئة، بتصوري أن أزمة حركة النهضة اليوم تتلخص في قضيتين، القضية الأولى اسمها راشد الغنوشي ورفض التخلي عن منصبه وإصراره على تجاوز كل مؤسسات الحركة، وهو شخص يتحدث عن الديمقراطية داخل حركة النهضة داخل في يطالب بتحقيق الديمقراطية في تونس ولا يؤمن بها داخل حركة النهضة، وشاهدنا الكم الكبير من أعضاء مجلس الشورى والقيادات في حركة النهضة كيف تم طردهم أو إقالتهم أو إجبارهم على الاستقالة. النقطة الثانية هي أنه يحاول اليوم أن يبقى متواجدا في المشهد السياسي عبر أي شكل في ظل تجاهل محلي كبير
كبير جدا في ظل تجاهل دولي غير مسبوق له، يعني على في 10 اشهر الذي مضى من الذي اتصل او سال او تحدث مع راشد الغنوجي؟ هذا سبب له الكثير من الاحباط والكثير من الاحساس بعدم القدره على العوده للفعل السياسي في تونس، وبالتالي هو كان امس يتوقع ان تكون هنالك مناسبه او احتكاك او اي ازمه يتم توظيفها. الامور جرت ضمن اطار الاحترام الديمقراطي الكامل، لم يعتدي احد ولن يكون هنالك اعتداءات ولن يكون هنالك تشفي، وايضا شاهدنا ان كل ما يتحدث به هو وحلفائه القدم او الجدد، يعني شوفوا نحن اللي عمله السيد احمد نجيب الشابي وقت اللي خرج نهار السبت وقال عنده معلومات خطيره و الى اخره، ونهار لحتى يتم حل الاحزاب واعتقال قيادات نهار لحد وهنا نهار اثنين ما صار شيء، وبالتالي هم يحاولون فقط ايجاد ازمه من اجل ان تفتح لهم ابواب العوده في المشهد السياسي. نتصور انه السيد راشد الغنوشي يعني دخل في اخر حروبه، ولكن للاسف هذه المعركه هي خاسره بامتياز، لانه خسرها داخل حركه النهضه قبل ان يخسرها في الشارع التونسي او في المشهد السياسي. طيب سي باسل ترجمان، نختم معك بسؤال بخصوص زيارة وزير الداخلية توفيق شرف الدين إلى القوات الأمنية اللي كانت حاضرة في شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة، وولي تونس زيدا اللي كان عنده تصريح في السابق قال إنه شارع الحبيب بورقيبة باش يقعد فقط للتظاهرات الثقافية والأنشطة الإبداعية إلى غير ذلك دون الوقفات الاحتجاجية، بينما الموقف متاعه كان مخالف لما صرح به سابقا، وكان يعني يدعم المسيرة، وحتى تصريحاته على هذه المسيرة معلقش على هذه الأمور. وزيارة وزير الداخلية للقوات الأمنية، ما تراش هذا قد يسيء إلى رئيس الجمهورية بأن وزير الداخلية يعني المفروض يكون وزير داخلية التونسيين الكل ويقف على نفس المسافة من كل الأطراف؟ أتفق معك تماما في هذه النقطة، باعتقادي أن يعني خاصة عندما نشاهد أداء المؤسسة الأمنية هو أداء جمهوري بامتياز، يتم التعامل مع كل التظاهرات ومع كل الاحتجاجات ومع كل الوقفات باحترام دون تدخل، دون يعني رغم كل الاتهامات التي توجه لها. بتصوري أن من الواجب اليوم أن يكون هنالك وقوف على نفس المسافة من كل الأطراف من قبل وزارة وزير الداخلية، لأن نزول أو عدم نزول أو التفقد أو غير التفقد قضية في هذا الوقت تحسب ضد رئيس الجمهورية ولا تحسب لصالحه، لأنها محاولة تعطي مبرر لأطراف بأن هنالك من يقوم بتجييش مؤسسات الدولة لخدمة طرف سياسي، وهذا غير صحيح، لأن المحتجين يوم أمس ليسوا طرفا سياسيا، هم مجموعة من أنصار الرئيس وليسوا حزب الرئيس، لأن الرئيس لا حزب له ولن يكون له حزب، بل لديه مشروع، هذا المشروع يتفاعل معه الشعب التونسي وليس حزب سياسي يتبناه ليكون أداة مثل الأحداث الأخرى في تمرير هذه المشاريع. وضح الكاتب والمحلل السياسي باسل ترجمان، شكرا جزيلا لك على تدخلك معنا وقبول الدعوة. شكرا لك. بعد شوية في ديفيغ نيوز باش نحكيه على أبرز الملفات الدولية. ثم تسمعوا في إذاعة اللحية فم غيكاب ميدي وقيد ديفيغ نيوز. ديفيغ نيوز في ديفيغ نيوز لليوم معايا سي حمادي البقلوطي، ناشط في المجتمع المدني والمتابع لها شأن العام. سي حمادي باش نحكيو على الزيارات ليامات هذوما إلى إيران. الرئيس السوري بشار الأسد زار وزيارة نادرة وصفت في وسائل الأعلام إيران، والتقى بالمرشد الأعلى علي خامنئي. شنو في هذه الزيارة؟ كذلك نحكيو اليوم على زيارة خلال هذا الأسبوع لأمير دولة قطر إلى إيران، قد يلعب دور الوسيط خاصة في الملف النووي. باش نرجع على هذه التفاصيل الكل مع ضيفي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف السيد رياض السيداوي. سي رياض السيداوي عسلامة، مرحبا على إذاعة الحياة فهم. كل مستمعيك الكرام
شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. سرياض سيديوي، اليوم نحكيه على زيارات متواترة إلى إيران، نحكيه على زيارة أمير دولة قطر، ولكن قبل خلينا نرجع على زيارة للرئيس السوري بشار الأسد واللي التقى فيها علي خامنئي. كيف تقرأ هذه الزيارة، وهل هي فك للعزلة للنظام السوري، وما حقيقة يعني هذه الزيارة؟ لا، العلاقات بين إيران وسوريا علاقات قوية جدا. يعني سوريا خرجت من أزمتها ومن استهدافها في الواقع بمؤامرة خارجية، نذكروا بتصريح وزير الشؤون الخارجية الفرنسي رولان ديمال تلفزيون فرنسي يقول فيه أنه كنت في لندن سنتين قبل أزمة، يعني 2009، نظراء الإنجليز قالوا لي أنا نعد مخطط لي ضرب النظام في سوريا وإزالته، فلتشارك فرنسا. لما سألوا الصحافي لماذا، أجابوا لأنه، وهذا هام جدا، النظام السوري يدعم المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية ويزعج الكيان الصهيوني، ولم يعني يقوم بصفقة ولم يوقع اتفاقية سلام مثل الأردن ومصر مع كيان صهيوني، إذن يجب التخلص منه. طبعا إيران منذ اليوم الأول ساندت النظام. روسيا كانت مترددة، لكن من أواخر 2014 و2015 دخلت بكل قوتها العسكرية وغيرت موازين المعادلة، يعني صمود النظام في سوريا طبعا يعود فيه إلى الديناميكية الداخلية، لكن أيضا إلى مساعدات كبيرة جدا جاءت من إيران ثم أيضا فيما بعد من روسيا. إيران أيضا يعني ساعدت اقتصاديا وعسكريا في الواقع، وهي في اشتباك دائما حتى مع كيان صهيوني، لأن يعني كثير من الغارات الجوية التي تقوم بها إسرائيل تستهدف الفيلق القدس الإيراني المتواجد وهو متطوعين للمحاربة ضد الجماعات الإرهابية وخاصة يعني داعش وجبهة النصرة، وجبهة النصرة هي ذراع القاعدة في سوريا. إذن هو نوع من، صح التعبير، زيارة الرئيس بشار الأسد إلى طهران نوع من الاعتراف بجميل بما قدمته إيران أولا، وثانيا بتقوية العلاقات، وخاصة أن إيران الآن بسبب المرحلة الأخيرة لإعادة تأهيلها في النظام الدولي، بمعنى أن الأمريكان سيرفعون عنها العقوبات، وهم اضطرون في الواقع محتاجين للغاز الإيراني والنفط الإيراني ليعوض ولو حتى قليل الغاز الروسي والنفط الروسي، هم محتاجون لإيران أيضا وعودتها لسوق النفط العالمية حتى تنخفض أسعار النفط، لأن أسعار النفط اليوم تجاوز 110 دولار للبرميل، وهذا أربك بكثير الأسواق الأجنبية. أنا عايش في سويسرا وبلد ثري وغني جدا، نعرف ما معنى يعني كنت ندفع في الليسونس هذا سامبلون 95 في فرنك و40 فرنك و50، اليوم صرت ندفع في فرنكين و30، وهذا وطبعا ارتفاع الليسونس والبنزين والوقود يعني كل شيء سيرتفع، ثم تضخم في أوروبا يصل 7%. إذن واضح أنه الأمريكان سيعيدون إيران للنظام الدولي وسيرفعون عنها العقوبات الاقتصادية لأن محتاجوا نفطها والغازها. إذن طهران الآن ستأتيها الكثير من الوزراء الخارجية وربما حتى رؤساء الدول، ليس حتى من أصدقاء وحلفائها وإنما مما كان خصومها بالأمس. نعم. طيب بالنسبة لزيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني اللي بشي أدي زيارة إلى إيران، وثم تكون هذه الزيارة متبوعة بزيارات أخرى إلى عدد من الدول الأوروبية، باعتقادك لهذا الدور الوساطة سرياض السيديوي تقوم به دولة قطر لتقريب وجهات النظر وحلحلة الأزمات والتوترات السابقة خاصة فيما يتعلق بالملف النووي؟ لا توجد أي وساطة قطرية، باعتبار الإيرانيين يتعاملون مباشرة مع المعلم الكبير، يعني هم يتعاملون مباشرة في فيينا مع الأمريكان 5+1، 5+1 هو اتفاق النووي مع إيران، هم الخمس القوى العظمى التي تمتلك حق الفيتو، وهم روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وأمريكا، +1 هو ألمانيا، هي يعني تلتقي معهم مباشرة في فيينا وثم قناة مفتوحة مباشرة، فلا حاجة لزيارة أو لوساطة قطرية. لكن قطر، وهذا ربما نعرفوه،
أن تشترك مع إيران في الواقع في إنتاج الغاز، لأن حقوق الغاز في الخليج، في الخليج العربي جزء منها الكبير يذهب إلى إيران وجزء آخر يذهب إلى قطر، فثم ثم يعني استغلال مشترك بين البلدين. لهذا قطر حريصة جدا دائما أن تكون علاقاتها طيبة وجيدة مع إيران. نتذكر لما حوصرت قطر من دول الخليج من البحرين والإمارات والسعودية ومنع الطيران القطري من المرور عبر أجواء هذه الدول، من سمح لها ومن أنقذها هو إيران. يعني لو أغلقت إيران أجواء فإن المطارات القطرية تصبح شبه مغلقة. إيران هي التي فتحت أجواءها، والخطوط الجوية القطرية استعانت بالأجواء الإيرانية لتفك الحصار. إذن العلاقة دائما متميزة بين قطر وإيران، كما قلت لأن القيادة في قطر ترى أنه لا يمكن أنه إيران هي عامل توازن بالنسبة لها مع السعودية حتى لا تبتلعها السعودية. وثانيا كما قلت ثم استغلال مشترك لحق ضخم جدا للغاز في الخليج، وهذا يعني لا يمكن أن إلا أن تكون العلاقة طيبة بين بلدين، وإلا طبعا تتعطل مصالح قطر الاقتصادية. إذن عودة لسؤالك، لا إيران مع الغرب الآن مع أمريكا لا تحتاج لوساطة، وخاصة وساطة دولة إقليمية مثل قطر. مرحبا بك أخي. من خلال الوقت العالمي الجديد ترد، نحن بصدد تشكيل تحالف دولي جديد، خاصة نشوف آخر مرة الدول العربية صوتت أو امتنعت على التصويت وما أدنتش روسيا في خصوص خروجها من جانب حقوق الإنسان، الجانب حتى إدانة روسيا لاقتحامها أو الحرب في أوكرانيا. ثم دول الإمارات وغيرها اللي هي والجزائر اللي ما صوتتش ضد روسيا، أنه أمام تحالف دولي جديد قد يعيدنا إلى ما كنا نعيشه قبل التسعينات. هو بالتأكيد العالم تغير بشكل جذري. بداية تغيره طبعا بدأت بالتدخل العسكري الروسي في سوريا، لأنه ثم مخطط غربي لإسقاط النظام. التدخل الروسي يعني أجهد هذا المخطط، لكن مع الحرب الأوكرانية الآن واضح أنه العالم تغير فعلا. ثم الشيء نكون نجهلوه احنا في تونس ولا نسمع عليه كثيرا، هو معاهدة دول شنغهاي. معاهدة دول شنغهاي تأسست سنة 1990 ذات بين روسيا والصين، التحقت بها جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة الجمهوريات الإسلامية، ثم انضمت إليها لاحقا كل من الهند وباكستان. معاهدة شنغهاي معاهدة اقتصادية وفي نفس الوقت معاهدة سياسية وعسكرية وأمنية، يعني معاهدة شاملة تم تفعيلها بشدة في الحرب الأوكرانية بالموقف الصيني. واضح أن الموقف الصيني مساند تماما لروسيا، يعني الصين لم تتزحزح عن موقفها، واليوم نشوف الأخبار ضاعفت من شراء الغاز والنفط الروسي. يعني دول الاتحاد الأوروبي خفوا من شراء النفط، الصين ترفع في شراء النفط الروسي. ثم الموقف الهندي أيضا المتضامن مع روسيا باعتبار الهند عضو دول معاهدة شنغهاي. ثم موقف باكستان نفسه، ولو أنه تم إخراج وتأمر عليه عمران خان الذي قال نحن نساند روسيا ولا يمكن أن نساند الغرب، وهاجم بشدة سفراء دول الاتحاد الأوروبي وقال لهم لسنا عبيدا لكم، هكذا الحبارة يعني، ولا نأخذ أوامر منكم. هذا فيما يتعلق بالشأن الدولي. الآن إقليميا دول الخليج، في الواقع أنا شخصيا فوجئت بالمفاجأة السعودية الإماراتية. فوجئت لأني تابع الشأن السعودي لي سنوات، مثل الشأن الجزائري أصبح حتى اختصاص أكاديمي. فوجئت بموقف محمد سلمان، واعتمد في ذلك على ما سربه الإعلام الأمريكي، يعني وول ستريت جورنال صحيفة أمريكية جادة ومتميزة وعندها وزن في الساحة الدولية، تؤكد من مصادر أمريكية أن بايدن نفسه رئيس أمريكا عن طريق مكتبه يحاول الاتصال الهاتفي التليفوني بمحمد بن سلمان. محمد سلمان لا يرد علي. ونفس الشيء مع محمد بن زايد. نعرف محمد بن سلمان هاجموه وحاصروه بسبب جمال خاشقجي وقضية جمال خاشقجي. نعم. ونتذكر صورة شهيرة جدا يعني موجودة منتشرة كثير في الانترنت، لما كان في مجموعة العشرين، اجتماع مجموعة العشرين، كل الزعماء الغربيين من جونسون البريطاني، الماكرون الفرنسي، الامريكان يبعدوا يتحاشون. خلينا
خلوا واحد لكن من أنقذه بوتين بتلك المصافحة الحارة جدا. نعم. الهواء يعني يد اليد أنقذه بوتين. وتعرف هذه قبائل عربية تنظر لمسألة الشرف والكرامة وإلى آخره. فإذا وجدت لكن أيضا ثم مصلحة اقتصادية في الواقع سعودية وإماراتية في عدم الاستجابة لطلبات جو بايدن. هو جو بايدن ماذا كان يريد منهم؟ يريد منهم إغراق السوق العالم بالنفط. بالنفط يعني زيادة في الانتاج حتى تنخفض في الأسعار. هم اقتصادي رابحين لأن الأسعار الآن عالية جدا. حتى حرب الروسية هي تكلفتها تأتي فقط من الأرباح والزيادة في أسعار الغاز والنفط منذ اندلاع الحرب. لو نرجع لما قبل الحرب ما بعد الحرب الاقتصاد الروسي بالعكس يعني دخله أصبح أكثر بكثير مما قبل الحرب من خص الغاز والتضاعف مرات ومرات يعني نشوفه نشوف ونفس الشيء قيمة الروبل. نذكر وزير الاقتصاد الفرنسي قال بالحرف الواحد محاصرتنا استخدامنا السويفت ضد وطرد روسيا من نظام السويفت بمثابة استخدام القنبلة النووية. فإذا القنبلة النووية تنعكس على الاتحاد الأوروبي وليس على روسيا. اليوم الروبل يتقوى وهو موجود في البورصة على حساب الدولار وعلى حساب اليورو. لماذا؟ لأن روسيا لا يمكن محاصرتها لأنها تمشي في أشياء مطلوبة عالميا وهي الغاز النفط والقمح والأسلحة. عندها سوق سلاح الجزائر وغيرها والهند هذه دول تقليدية والصين أيضا تبيع الكثير من السلاح إلى الصين. دول تقليدية لشراء السلاح الروسي. ثم القمح الآن كل العالم يحتاج إلى القمح الروسي. ثم الغاز والنفط ورأينا كيف يحتاج أوروبا إلى الغاز الروسي. إذن النظام عالمي جديد. نعم العالم تغير انتهت. المركزية الأمريكية التي استفادت منها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي الآن انتهت. الآن أمام عالم متعدد الأقطاب. وعلى سبيل المثال رو أعطيكم رقم فيما يتعلق بالناتج الداخلي الخام للدول. الأرقام الحالية مثلا الهند تجاوزت بريطانيا وفرنسا. فرنسا على سبيل المثال هي الدولة السابعة عالميا ستصبح العاشرة عالميا اقتصاديا سنة 2030. يعني حتى البرازيل ستتجاوزها. وهذا وأهم رقم هو ويعطيه البنك العالمي. هذه أرقام البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. 2030 الاقتصاد الصيني سيتجاوز من حيث الناتج الداخلي الخام الاقتصاد الأمريكي. يقولوا مع السلامة. الصين هي الاقتصاد الأول في العالم وأمريكا الاقتصاد الثاني في العالم. إذن العالم تغير بشكل بنيوي هيكلي بشكل كبير جدا. علينا نتفطن لذلك لأن للأسف نحن مازال في الدول المغاربية عنك المركزية الفرنسية وإذا هز رأسه شوي يمشي لأمريكا ويعتقد أنه هذا هو العالم ويحدث. لا العالم تغير فعلا وبشكل جذري وراديكالي والسنوات القادمة ستؤكد هذا التغير. نعم. وهذا تغير في تغير موازين القوى بما أنه اليوم القوى أصبحت في المدخرات من الغاز من النفط من القمح وهذه الاحتياجات الجديدة اللي استحقها العالم. في هذا الخصوص سرياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف كيفاش تقرأ موقف السعودية من زيارة أمير دولة قطر إلى إيران خاصة وأنه نعرف فما خلافات يعني دفينة وتوترات كبيرة بين السعودية وإيران. أول شيء السعودية يعني فتحت أيضا قناة مباشرة مع إيران. ثم مفاوضات متطورة جدا تحدث في بغداد في العراق بإشراف عراقي. الوسيط الحقيقي هو العراق بينهما في حكم تكاليمي. ثم إذن حوار مباشر وهذه يفهمها محمد بن سلمان. فهمها أنه الغرب والأمريكان يهدوا في ديما بالبعبع الإيراني. إيران ستحتل إيران ستضربك إيران إيران إلى آخره. لما تأكد أنه الغرب سيسمح وأمريكا يعني ستعيد الاتفاق النووي مع إيران وإيران ستعود الساحة الدولية أدرك أنه مش ممكن يعتمد على أمريكا. ففكر إذن هذا مباشرة وخاصة الإيرانيين في الواقع هذه رأيهم دائما أنه إحنا جيران من آلاف السنين نرجع نحل مشاكلنا فيما بيننا بدون أي إدخال أي طرف ثالث. فاتحين أيديهم للحوار يعني. أي بالضبط. قطر أيضا حسنت علاقاتها بشكل كبير جدا مع السعودية. الآن شوفوا مثلا قناة الجزيرة وهي الذراع الإعلامي لدولة قطر لا تتحدث عن السعودية إلا بشكل إيجابي بينما يعني قبل المصالحة كانت تتحدث بشكل سلبي جدا عن السعودية صباحا مساء. الآن انقلبت الصورة 180 درجة.
نفس الشيء ثم زيارة مسؤولين، يعني العلاقات القطرية السعودية تحسنت والعلاقات السعودية الإيرانية أيضا تحسنت. صحيح أنهم السعوديين ينظروا ديما بعين الريبة لأي تنسيق قطري إيراني، هذا صحيح دائما لأنه جزء من الاستراتيجية، لكن كما قلت بما هم أنفسهم فتحوا قناتهم وقناة مفاوضات مع الإيرانيين في بغداد في العراق، إذا خف توتر الموضوع ولم يعد ينظر إلى مبادرة من هذا النوع قطر بأنها خطوة عدائية ضد المملكة السعودية. نجم قولوا سرياض مصائب قوم عند قوم، فوائد الحرب الروسية الأوكرانية استفادت منها إيران بتحسين العلاقات مع بقية الأطراف. صحيح كثير من الدول استفادت، إيران ستعود بسرعة السوق العالمي للنفط والغاز لم يحتاجوها، والأمريكان اتصلوا بالإيرانيين واتصلوا بالفنزويليين، لأن حتى فنزويلا كانت خاضعة لعقوبات أمريكية على أساس أن النفط الفنزويلي والغاز يعود إلى السوق العالمي لتخفيف الأسعار، يعني خاصة الاتحاد الأوروبي يعني يعيش زلزال اقتصادي رهيب، لأن أمريكا منتج كبير للطاقة والنفط والغاز، يعني أمريكا لا تتضرر، بينما الاتحاد الأوروبي ونشوفه كل يوم الدولار يصعد واليورو نازل. الاتحاد الأوروبي هو المتضرر الأكبر، الاتحاد الأوروبي لا ينتج غاز وبترول، لا يحقق اكتفاء ذاتي مثل أمريكا، وأمريكا تصدر حتى. إذا دخل إعادة إيران للمنظومة العالمية هي مسألة عاجلة بالنسبة لأمريكا، وناجي كلامك مصاب قوم عند قوم الفوائد. نفس الشيء الجزائر مثلا كانت عندها نوع من العجز الاقتصادي، الآن سعر الغاز تضاعف مرات ومرات، خاصة الغاز وإذا استفادت وأصبحت عائدات كبيرة جدا لها ميزانيتها من الغاز والنفط. نفس الشيء دول الخليج، السعودية والإمارات مرضوا على أمريكا لأنهم ربحين، ربحين من أسعار النفط وربحين من أسعار الغاز الطاقة، وأيضا أدركوا فهموا أن العالم تغير، معناتها لما ثم مجموعة أقطاب إذا تحاصرك مثلا أمريكا تفرض على عقوبات تهرب إلى الشق الآخر وتحتمي بالشق الآخر، ثم اليوم أمريكا من ستعاقب؟ مش تعاقب إيران، مش تعاقب الصين، وستعاقب روسيا، كم ستعاقب؟ يعني مش ستعاقب نصف العالم، رأوا الهند والصين واضح. نشكرك برشا سرياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف على تدخلك معنا في غيكاب ميديلي اليوم. هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم، بدينا معكم من سنهار حتى التوى. نشكر سي حمد البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع لأشأن العام، نشكر ضيوفي الكل اللي دخلوا معايا في غيكاب ميديلي اليوم، إمن أبو خيط في الإخراج التقني، سيف بولعرس في الديجيتال، أنس الهميمي في ستاندر، كنت معكم سهام حمدي من سنهار حتى التوى، نتقابل غدوة في غيكاب جديدة في لمن الصحة. Tout de suite, récap midi. Récap midi. متابعة لآخر المستجدات الإخبارية.